اشهر الاسئله اللي بتيجي على المصل سؤال نيورو ماسكولار ترانسميشن واكسايتيشن كونتراكشن كابلنج. طبعا ده مش معناه ان مفيش حاجه ثانيه ممكن تيجي على المصل، بس دي اشهر الاسئله المتاحه. نيورو ماسكولار ترانسميشن لازم تشرح نقل الكهرباء من النيرف للمصل. اكشن بوتنشال وصلت للنيرف، فتحت الكالسيوم تشانلز، النقطه الثانيه دخل الكالسيوم، الثالثه الكالسيوم انفلكس كسر الفيسيكلز، الرابعه اسيتايل كولين ريليز بايند نيكوتينيك ريسبتور في النيورو ماسكولار جنكشن، فتح الفولتج جيتد صوديوم تشانلز، دخل صوديوم، نقلنا الدي بولاريزيشن من النيرف الى المصل. لازم تشرح لي ازاي هيحصل كونتراكشن، ان هيدخل الاينز او الاكشن بوتنشال من خلال ترانسفيرس توبيولز، تفتح الذهب ريسبتورز، يعدي الاكشن بوتنشال من التي توبيولز للساركوبلازميك ريتيكولم ويخرج الكالسيوم. ضروري ان الكالسيوم لما يخرج تقول لي ان هو يعمل ايه؟ هيمسك في تروبونين سي، ريموفز التروبومايوسين، فيحصل بايندنج بين المايوسين والاكتين، فلازم تشرح الكروس بريدج سايكل في اربع نقط: بايند وبند وديتاتشمنت وري انرجايزنج. سؤال الاكسايتيشن كونتراكشن كابلنج نفس الاجابه بالظبط، بس في اختلاف. لو السؤال جه نيورو ماسكولار ترانسميشن لازم تقولي الفاكتورز اللي بتزود الترانسميشن والفاكتورز اللي بتقلل. الفاكتورز اللي بتزود الترانسميشن هما الاسيتايل كولين نيكوتينيك ريسبتور ستيمولانت وانتي كولين استريز. الفاكتورز اللي بتقلل الترانسميشن هما ساكسينايل كولين ومعاها التتنس توكسين او الدفتيريا توكسين. نقطة بحب أقولها لكل الناس، لو أنت كتبت فاكتورز افكتنج أي حاجة لازم تقول فاكتورز تزود أو فاكتورز تقلل، ما ينفعش تتكلم بصفة عامة علشان اللي يشرح ما يتوبش. في نقطة مهمة الطلبة بتنساها في الإكسايتيشن كونتراكشن كابلنج، ينسى يتكلم عن إزاي الريلاكسيشن بيحصل. هتقولوا لي السؤال ما فيهوش ريلاكسيشن، نقوله ليه؟ طالما قلت كونتراكشن لازم تعرف اللي بيقرا اجابتك. ريلاكسيشن عمليه اكتف بروسس، رجعنا الكالسيوم للساركوبلازميك ريتيكولم مره ثانيه بالكالسيوم اتيبيز بامب. هتقولوا طب في اسئله ثانيه في المصل؟ بصراحه ما كانش بيجي، بس لو انا مكانكم أركز على الجداول الأخرى، المقارنة بين الأيزومتريك والأيزوتونيك كونتراكشن ممكن تيجي، بين السلو فايبرز والفاست فايبرز، ما بين الكارديك والسكيليتال والسموث ماسلز. أنت عندك تلات جداول مقارنة مشهورين جدا في المصل، هقولهم تاني: مقارنة بين كارديك سكيليتال سموث، بين أيزومتريك وأيزوتونيك، بين السلو اوكسيديتيف فايبرز والفاست جلايكوليتيك فايبرز.